ام احمد. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام اهلا ورحمه الله بك يا ام وبركاته. احمد. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 50 سنه وعندي ضغط عالي وعندي صدري كمان تعبان، بس انا دلوقتي عندي خشونه في الركبه وعندي معلش فيها التهاب جامد. طب بس بالراحه عشان اسمع كويس، الضغط عالي وايه تاني كده؟ ضغط عالي وعندي صدري تعبان، ضغط البخاخه، الصدر تعبان، في مشكله في الصدر، في مشكله في حساسيه في باخد الصدر او بخاخه. ايوه باخد البخاخه. تمام. فحضرتك دلوقتي انا عندي التهاب جامد في عظمي، والدكتور مديني حقن فولتارين. التهاب في العظم فانا ولا؟ دي بتتعبني. طب استنى استنى عليا بقى، لان هنا يعني هنا الفولترين ما ينفعش خالص مع سيادتك، لان فانا مش لاقي عشان حاجه اخدها. صدرك. طيب مش لاقي حاجه اخدها. طيب عشان طب بس اسمعيني، الطبيب اللي كتب لك الفولترين هل كان عارف ان انت حضرتك عنده مش عندك ايوه انا مشكله في والله الصدر؟ قايله له حضرتك. طب معلش حاولي يعني ترجعي له تاني وتقولي له يا دكتور هل ينفع ان انا اخد الفولترين وانا عنده مشكله في الصدر، لان الموضوع ده يعني ده الف ب ت ه يعني ادويه طب ونباتات ما فيش طبيه، حاجه ان ما الالتهابات ينفعش ان حضرتك احنا ما فيش حاجه نستخدم، اسمعيني بس، ما ينفعش ان احنا نستخدم المسكنات في الناس اللي عندهم مشكله في الصدر، لان هنا المسكنات اصلا بتزود من المشكله جدا، بتزود ايوه من المشكله جدا، مشكله بس هم الصدر مش كلهم مشكله بيقولوا الرجل. يا دكتور ان ما فيش الا هو الالتهابات، ما فيش الا كلها حاجات تتعب صدري، فما فيش حل. قالوا لي ما فيش حل الا كده. العمليه مش عمليه مالكش، احنا ما بنتكلمش دلوقتي في مشكله الصدر، احنا بنتكلم ان دلوقتي الدواء الكيماوي اللي اتوصف لحضرتك ما ينفعش تماما تماما مع المشكله بتاعه الصدر، ده يعني هيزود المشكله بتاعه الصدر اصلا. طب ما فيش حل بقى من الاعشاب وكده يا دكتور؟ وعندي اليوريك اسيد، عشان بس لو التليفون انا خايفه الخط يخلص، فعشان بس رحبيه كمان انا عندي يوريك اسيد عالي قوي. انت حضرتك بتقول مش عندك عارفه ضغط، اخد طب بس اسمعيني، انت بتقول الضغط انت عالي. عندك ضغط تمام كده وعندك اليوريك اسيد عالي، احنا كده بس انا عاوز بص اربط لك كام نقطه ببعض. العلو بتاع الضغط وعلو اليوريك اسيد بيخليك لازم تعملي تحليل للكليتين، لان علو الضغط مع علو اليوريك اسيد هنا بيخوفنا لا قدر الله لا قدر الله يكون في مشكله اصلا في الكليتين، فهنا لازم يتعمل وظائف كلى رقم واحد، عمل وظائف كلى، وخاصه ان انت حضرتك بتاخدي كمان مسكنات، المسكنات من ضمن الحاجات اللي بترفع وظائف الكلى، وهنا ممكن ده اللي يكون مؤثر على اليوريك اسيد.